من جديد بجدد تحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناتنا النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه لقاء الاهلي والبنك الاهلي بتعادل سلبي بدون اهداف، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي مصون. كابتن سامي، يعني نقول النهارده يوم مش موفق فيه النادي الاهلي في ظل ظروف ملعب وطقس وامطار غزيره وبعض علامات الاستفهام النهارده على طاقم التحكيم في اللقاء. لا، خلينا نتكلم بس في حاجات فنيه. بالنسبه للتحكيم اعتقد كابتن سيد اتكلم يعني فيه، يعني اعتقد النهارده ادينا مباراه كان عندنا فرص كتيره، يمكن استحواذ زي ما انت شفت فرقه البنك الاهلي بتلعب بتكتل دفاعي كبير. حاولنا في الشوط الاولاني كان عندنا فرص كتيره كنا نقدر نستغلها، والشوط الثاني نفس القصه، عملنا تغيير، الراجل عمل تغييرات عشان يبقى عندنا كثافه هجوميه اكتر، ولاعبنا حسين عشان نستفاد منه هو وعلي اتنين اطراف يقدروا يعملوا كروسات، كان عندنا بواليا وعندنا محمد شريف، ونزلنا طاهر نفس القصه يبقى عندنا كثافه يعني، ومن تحتهم كان قفشه وعمرو السوليه. لكن اعتقد يعني زي ما انت قلت يعني ظروف كانت صعبه شويه، لكن بالرغم كده انا كنت شايف ان احنا كنا احق بالمباراه يعني، لكن الحمد لله لازم تتقبل الكوره في كل موقفها يعني، سواء بتكسب او بتخسر او بتتعادل يعني. فالحمد لله ان شاء الله نفكر في اللي جاي ونحاول نعدي الاخطاء برضو اللي احنا وقعنا فيها الماتش ده، وان شاء الله ربنا يوفقنا الماتش الجاي باذن الله. كابتن سامي، يعني اعتقد ان النهارده بروفه قويه شويه ان انا بلعب فريق بيلعب بمنطقه بطريقه دفاعيه بحته، يعني شفنا الكابتن محمد يوسف قافل المنطقه تماما بحوالي 6 أو 7 لاعبين بيدافع بيهم وبيرجع معاهم 2 كمان. اعتقد تكون بروفه قويه قبل مباراه مثلا هلاعب المقاولون، هلاعب البيراميدز قبل كاس العالم للانديه، اعتقد اختبار قوي النهارده، ويعني كنا نتمنى ان شاء الله ان يعني نحرز الثلاث نقاط النهارده. بص، خليني اقول لك، لا يعني شكل الفرق المقاولين او الفرق زي ما انت بتقول في ان شاء الله في كاس العالم للانديه، اعتقد يعني ما فيش فرق هتلعب بتكتل الدفاع ده. حق مشروع طبعا كابتن محمد اللي هو يلعب جيم دفاعي، خصوصا بيلعب فرقه كبيره نادي الاهلي، هو اكتر واحد عارف قيمه النادي الاهلي، وراجل كان مدرب نادي الاهلي وبطل افريقيا، عمل ماتش دفاعي هايل النهارده يعني، بحييه طبعا وبارك له على النقطه. لكن اعتقد ان ان ان, إن بالنسبه اللي هي هتكون بروفه لكاس العالم او ماتش المقاولين او بيراميدز، اعتقد مش الفرق بتلعب كده. يمكن برضو يعني حجم الملعب برضو اثر علينا شويه، خصوصا انت عارف ملعب الماكس اصغر من ماتش من استاد السلام، استاد القاهره، الملاعب اللي هي الواسعه يعني اللي تقدر تبقى يعني تساعدك اللي انت تقدر تستغل فيها الاطراف عندك يعني. يمكن انت كنت شايف كابتن محمد مقف في كل الاطراف وساعده برضو ان الملعب يعتبر ضيق شويه كده مع الثلاثه المدافعين اللي بيلعبون في قلب الملعب، فاعتقد ان ظروف الملعب ساعدته اكتر يعني في الحاله دي. يمكن كان اختيار برضو ليهم ان هم يلعبوا في ملعب صغير زي ده، لكن زي ما قلت لك يعني هي دي الكوره، وان شاء الله اللي جاي افضل بالنسبه لنا باذن الله. النهارده بنشوف حسين الشحات في مركز الظهير الايمن الباك رايت للنادي الاهلي، اعتقد ممكن يكون حل من الحلول اللي ممكن يلجا ليها الجهاز الفني ومستر بيتسو موسيماني في المباراه القادمه. بصوا، حسين لعب البوزيشن ده قبل كده، وممكن هو لعب برده معانا في فايلر في فترات برده كده نفس القصه، والنهارده برده بنستغله لان هاني برده كان لسه راجع من كورونا، وانت برده نفس القصه عاوز كل اللعيبه اللي عندها نواحي هجوميه عاليه عشان تقدر تكسب وتجيب جون يعني. يمكن النهارده نفس القصه كان علي معلول، قدرنا نلعب باثنين اطراف يعني، لكن اعتقد يعني ان ما كانش عندنا توفيق شويه يعني، ولكن هي زي برده بكرر هي دي الكوره، وان شاء الله اللي جاي افضل بالنسبه لنا. اخيرا، مواجهتين قادمتين للنادي الاهلي امام المقاولون العرب مع الكابتن عماد النحاس ومواجهه فريق بيراميدز، اعتقد يعني بروفه قويه للمباراتين قبل كاس العالم للانديه، يكون استعداد جيد للنادي الاهلي. طبعا ماتشين مهمين جدا بالنسبه لنا برضو، اولا عشان الدوري، وزي ما انت قلت استعداد كويس لبطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله يعني، ان شاء الله نركز فيهم اكتر ونستعد فيهم اكتر، وان شاء الله نحقق 6 بوند ان شاء الله ونرجع تاني لوضعنا ان شاء الله. واتمنى لك التوفيق. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء بتعادل سلبي ما بين النادي الاهلي والبنك الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.